عثمان أن المجتمع الكردستاني يحث على قضية نبذ العنف وإحلال السلام مع كافة المكونات. العراق لحد الآن بما في ذلك يعني مجتمع الكردستاني كجزء من العراق منذ 2005 لحد الآن نحن نمر في المرحلة الانتقالية، يعني قضية بناء السلام مرات نرى بأن هناك معرقلات سواء كان على مستوى العملية السياسية أو حتى الاقتصاد، مع الأسف حاليا نمر في مرحلة صعبة. فلذلك جزء من ذلك قضية المصالحة الوطنية مهم جدا، وأيضا على كافة المستويات قضية نبذ العنف وقضية مجتمع اللا عنف وبناء السلام هذا مهم جدا، لأنه نرى مرات هناك صراعات بين المصالح وليس بين الشعوب، فدائما نحن نركز. ولدينا أمثلة كثيرة جدا، مثلا في سنة 1991 في فترة الانتفاضة فيلق كامل من الجيش العراقي أسروا على يد البشمركة وصدر عفو العام من الجبهة الكردستانية. فيعني قالوا كل حر يعني إذا يرجع إلى بغداد، فغالبية منهم ما رجعوا لأن كانوا يخافون من الإعدامات، فلذلك بقوا. وأنا أتذكر كانوا ينامون في المساجد، وغالبية البيوت في إقليم كردستان كانوا يحضرون الطعام، يعني بهذا الدرجة. يعني قبل 24 ساعة كانوا الجيش العراقي وكانوا مثلا يقومون بأعمال عدائية، وورا ذلك أصبحوا مواطنين سالمين. فلذلك قضية نبذ العنف مهم جدا، وأيضا قضية إحلال السلام، لأن المجتمع العراقي يحتاج إلى هذا مرتين. إذا في مجتمعات الطبيعية والعادية هناك مشاريع وبرنامج تلفزيونية ومشاريع أخرى من قبل منظمات المجتمع المدني باتجاه إحلال السلام والسلام المستدام، في المجتمع العراقي نحتاج مرتين إلى تطبيق قضية المفاهيم المجتمع اللاعنفي، وأيضا التعايش بين كافة المكونات